وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فقوله تعالى أمن يجيب المضطر، أم هنا منقطعة، بل أهناك من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ فلا بد من قولنا إنها بمعنى بل أن يدرج معها همزة الإنكار، وذلك حتى يستقيم المعنى. وقوله تعالى يجيب المضطر، المضطر يختلف عن الداعي، من ثم فإنه في حالة الاضطرار تنقطع بهذا المضطر جميع الوسائل والسبل، ومن ثم يكون تعلقه بربه عز وجل تعلقا كاملا. ولذا هؤلاء الكفار يشركون بالله عز وجل في حالة الرخاء، فإذا جاءت حالة الضراء والشدة تفرغت قلوبهم لله عز وجل في تلك اللحظة، بل كما قيل في بعض كتب التفسير إنهم يلقون أصنامهم في اليم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهذا أيضا يفيدنا بأن الدعاء من الدين، إذ قال مخلصين له الدين. فقوله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذا فيه تقرير لما يعتقدونه بلسان حالهم ومقالهم، وذلك إذا أصيبوا بضراء وبلاء كما جاء مبينا في الآيات المذكورة آنفا. وقوله عز وجل إذا دعاه، هذا تقييد، فدل على أن إجابة الله عز وجل للمضطر إنما هو في حالة دعوته لربه عز وجل، أما إذا كان في حالة اضطرار فقد يرفع عنه الله عز وجل هذا الضر وقد لا يرفعه، لكن إذا دعاه أجابه جل وعلا. وقوله تعالى ويكشف السوء، هذا فضل من الله عز وجل آخر، وليس هو داخلا في معنى الجملة الأولى، فهو جل وعلا يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وهو أيضا يكشف السوء، والسوء هو كل ما يسوء الإنسان من مرض، من فقر، من هم، من غم، حزن. ولذا قال بعدها ويجعلكم خلفاء الأرض، فإن هذه الجملة لا يمكن أن تكون داخلة في الجملتين الأوليين، فدل على أن لكل جملة معنى يخصها. قال تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، وقوله خلفاء الأرض أي يخلف بعضهم بعضا. ثم قال تعالى مقررا لما يعتقدونه فإله مع الله، بمعنى أنكم إذا أقررتم بما ذكر وجب عليكم أن تفردوه بالعبادة، وهذا ما يسمى عند العلماء توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ثم قال قليلا ما تذكرون، والمراد قليل تذكركم، وما هنا أتي بها وهي زائدة، وذلك لتأكيد قلة التذكر، فقليل تذكركم، فجيء بما الزائدة لتأكيد هذا القليل من التذكر. ومن ثم فإن قوله عز وجل أمن يجيب المضطر يدل على أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل. أما قوله ويكشف السوء فإنه من قبيل عطف العام على الخاص، وذلك لأن حالة الاضطرار أضيق من حالة السوء، فالمضطر يكون في حالة سوء، لكن السوء هو أعم وأشمل.